تولي الدولة أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار الفلاحي باعتباره أداة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. لكي نصب إلى أمن غذائي وتنمية مستدامة أو زراعة مستدامة، يجب أن نستعمل كل الإمكانيات والبحوث الموجودة على مستوى جامعات الجزائر. وقصد الرفع من المردودية وتحقيق الإنتاج الوفير، بات من الضروري الاعتماد على آلية الرقمنة والإحصاء، الحلقة الأساسة التي تقوم عليها الفلاحة العصرية. الرقمنة مهمة لأنه تحصل على إحصائيات حقيقية بالنسبة مثلا للثروة الحيوانية، بالنسبة للثروة النباتية، ثروة النخيل، مختلف أنواع الزراعات. كي تكون عندنا أرقام حقيقية نقدر نكون عندنا نظرة استشرافية و من خلالها نديروا برامج مستقبلية من أجل النهوض بهذا القطاع والتنمية الفلاحية. جملة من الإجراءات اتخذها القطاع من أجل مرافقة المستثمرين الفلاحيين لضمان زيادة حجم الإنتاج وتنويعه، أبرزها إطلاق عملية شاملة للإحصاء الفلاحي وتقنية حديثة تؤسس لقاعدة بيانات مضبوطة. الهدف من هذه العملية ضبط المستثمرات الفلاحية المتحصلة على الدعم الفلاحي، وكذلك يعني تكون عندنا منصة رقمية. هذه المنصة رقمية فيها كما يقول لك جميع المعطيات تاع هذا المستثمر. من بين الفوائد نتاع الرقمنة هذه اللي رانا عايشين فيها درك، يعني الفلاح ولا أموره سهلة بالنسبة يعني لأي قطاع نروحوا له، ما كان لهنا نشقاو نخرجوا وثائق ولا نخرجوا، يعني كل شيء في الرقمنة اللي رانا فيها، الكود بار اللي راه دايرته الغرفة الفلاحية في هذه البطاقة هذه، يعني فيه فوائد كبيرة. قبل كنا نعانيو من البطاقات تاع الرقمنة، كانت باش تحصل على بطاقة تضرب تسمى يكون وقت طويل باش تحصل على بطاقة تعطلك في مصالحك في الدعم الفلاحي في ما يخص الاستفادة من الشعير من خالة، ودركا الحمد لله عاد كلش كاين هنا من مستوى ولاية ورقلة. الاستراتيجية المنتهجة من طرف الدولة في القطاع الفلاحي ساهمت في النهوض بالقطاع، قفزة سمحت بتصنيف الجزائر من بين البلدان الأكثر استقرارا في العالم من حيث الأمن الغذائي.